رح نروح لمحطتنا التالية وهي محطة علمية. كنا عم نحكي طبعاً ونحن عم نحضر لهي الفقرة أنه خلال هاي الأيام القليلة اللي مرقت كان وطأ هالأيام طويل جداً على كل السوريين، ما كانت أيام سهلة أبداً، مرقت الدقائق كأنها ساعات والساعات كأنها سنين، مشاهد من الرعب، حالات من الرعب، مع كل خبر صغير عن هزة ارتدادية كنا عم نسمع فيه، كنا عم نشوف الناس عم تنزل من بيوتها، عم تقعد بالشوارع، عندها حالة من الهلع والخوف، كيف ممكن تحمي نفسها؟ كيف ممكن تحمي أولادها؟ هل ممكن يرجع يوقع البنايات مرة ثانية؟ هل هذا الزلزال رح يكون بقوة الزلزال اللي قبله؟ وكتير أسئلة. وسمعنا أيضاً أخبار كاذبة جداً عن ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زلزال المدمر القادم، تسونامي وغيره وغيره، كتير هايدي من الأخبار اللي العلم نفسه ضحضها. أكيد يا سلمى، يعني عم نحكي اليوم عن كارثة إنسانية هزت مشاعر البشرية يا جماعة، ومثل ما ذكرتي إنه مع كل هزة ارتدادية للأسف عم يصحى فينا الخوف والقلق اللي عم يكون مستمر وما عم نقدر نطلع من هاي الحالة. اليوم ضمن محطتنا رح نحكي عن الظاهرة أكثر بين الأسباب والنتائج والمعلومات يلي عم يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف كتير بعضها خاطئة. لنطمئن أكثر المشاهدين نحكي عن الزلزال وتبعياته في منطقتنا مع الدكتور نضال شقير، الأستاذ في قسم جيولوجيا. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. أهلا وسهلا دكتور نضال. يعني دائما من بداية حدوث هذا الزلزال وهي الفاجعة اللي ألمت ببلدنا، والكل عم يسأل عن سبب حدوث هذا الزلزال القوي، حتى يعني برا خارجا كان حديث كتير عم ينحكى عن أسباب الزلزال في تركيا واللي نحن تأثرنا تأثير واضح وشديد فيه بالمحافظات الأقرب لمركز الزلزال، عن أنه هل هي السدود اللي في تركيا أثارت هذا الموضوع، هل تقنيات أجنبية مثل ما تحدثوا عن تقنية هارب الأمريكية التي يتم تطويرها هل هي إلى أثر، وكثير من الأقاويل علميا مبسطا سببها حدوث هذا الزلزال وقوته وكيف يعني ارتدت علينا. لا، بشكل عام ما دامت الأرض تتحرك الزلازل والبراكين ستحدث، إذا الزلازل والبراكين هي دليل حركة وحياة الأرض وأمر طبيعي. نحكي بعد شوي عن موضوع هارب والمشاريع الأخرى والأفكار الثانية. إذا لدينا نحن المعطف، الأرض تتألف من النواة الداخلية، النواة الخارجية والمعطف والمعطفة، بعدين في عندي القشرة الأرضية. إذا المعطف هو لدن ويتحرك بشكل حركة دورانية نتيجة الحرارة، هاي الحركة تؤثر على القشرة الرقيقة، فنتيجة هاي الحركة القشرة تنفتح في المناطق الضعيفة وسببت ما يسمى الصفائح. لدينا سبع صفائح رئيسية وأكثر من 14 صفيحة من الأرض، تمام، ثانوية. هاي الحركة حركة المعطف نتيجة حركة النواة الحرارة، إذا لدني ببطء، إذا تسبب تفلق وتشقق للقشرة الأرضية. لدينا الصفيحة العربية كما هو معروف، طبعا الكل تحدث عنها، هذه الصفيحة تتحرك باتجاه الشمال والشمال الشرقي وتضغط على الصفيحة الأناضولية. إذا هناك ضغط وكبير وتجمع للطاقة بين الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية. هذا التجمع للطاقة يوما ما سيكون هناك تفريغ للطاقة، التفريغ يكون على شكل زلازل. إذن حدث هذا الزلزال نتيجة ضغط الهائل للصفيحة العربية على الصفيحة الأناضولية. طبعا البحر الأحمر ينفتح سنويا بحدود 1.8 إلى 2 سنتيمتر، إذن وينشق البحر الأحمر نتيجة طبعا الحركة اللي قلنا، حركة المعطف واللدن. إذن هذه الطاقة الهائلة راح تتفرغت على شكل زلزال. هذا الزلزال كبير، وهناك معروف من المفاهيم الجيولوجية كل 250-300 سنة عندي دورية زلزالية بزلازل بمقدار كبير، هناك عشرات ومئات الزلازل يوميا بقدر 1-2-3-4، لكن ما بنشعر فيها، نحن بنشعر بزلازل تقريبا 4 أو 5 درجات فما فوق. إذا ما حدث هذا الزلزال حقيقة 7.8 درجة زلزال كبير واستمر 65 ثانية، إذا مقدار استمرار الزلزال هذا الوقت كمان وقت كبير، إذا أثر بشكل كبير على كل ابني طبعا في المكان وفي المناطق المجاورة. وبعد أقل من 10 دقائق
حدث زلزال آخر بحدود 6.7 درجة، إذن واستمر 45 ثانية، إذن زلزالين بحدود دقيقتين حقيقة راح يسبب دمار كبير في المنطقة وفي الجوار المحيط. طبعا نحن قراب، المناطق شمال سوريا قريب جدا من مركز موقع الزلزال. فحدث يعني من الدمار، والحجم الكارثي كان كبير جدا. تمام دكتور، خلينا نوضح أكثر الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية اللي عم تكون ناتجة بعد الزلزال. يعني يوميا عم نشهد هزات ارتدادية. صحيح. نعم. هلا أمر طبيعي، زلزال لما الطاقة بتتفرغ بشكل بطيء وتباعا، تمام، مو دفعة واحدة، لأن خلال التفريغ هنا لأنه عم بكون في عندي مسافة كبيرة للصدع، هاي الحركة حركة إزاحية، تمام، حركة إزاحية، فأكيد ما راح يكون بلحظة واحدة تتفرغ الطاقة، إذا تفرغت على فترتين، وهناك هزات مدار الحركة راح تبقى مستمرة وبرافقها هزات ارتدادية وتستمر أسبوعين أحياناً شهر، لكن هاي الهزات الارتدادية تخف حدتها مع الزمن. يعني بنلاحظ البارحة صار في هزة بنفس المكان 5.2 درجة. صحيح. تمام؟ طبعا باقي الهزات كانت بحدود 4-4.5 درجة. بكل حال هاي الهزات الارتدادية هي تخف مع الزمن وقريبا بتنتهي إن شاء الله، لكن تأثيرها راح يكون على الأبنية التي تصدعت من الزلزال الأول، فأمر طبيعي هناك يعني بعض الأبنية التي تأثرت بالزلزال الأول فممكن تأثر بدرجات قليلة من الزلازل، هذا أمر يعني طبيعي. طيب دكتور نضال، خلينا نحكي عن المناطق الأكثر تعرضا للزلازل بشكل عام بمنطقتنا. يعني كثر الحديث عن هل نحن منطقة تتعرض أكثر للزلازل من غير مناطق، التكوين يعني الجغرافي والجيولوجي. نعم. كما نقول الجيولوجي للمنطقة. هلا بشكل عام نحن أن الفالق المشرقي معروف من البحر الأحمر، البحر الميت، خليج العقبي إلى دمشق، لبنان، وبعدين الغاب، فالق الغاب، لاذقية، كلس، حتى الشمال. إذن هناك في عندي صدوع على طول هذا الفالق، هذه الصدوع تتأثر دائما وهي حية، ويحدث على هذه الصدوع دائما زلازل طبعا بقدور مختلفة. فهذه المنطقة متوقع يكون فيها زلازل، يعني حتى هذا الزلزال اللي حدث هو متوقع، لكن بالضبط امتى راح يكون ما حدا بيعرف. تمام. لكن هناك الدورية ممكن ضمن التكرارية 250-300 سنة ممكن يحدث. إذا المنطقة نحن عندنا الفالق دمشق ممكن يحدث عليه زلازل حي، اليموني، فالق سرغاية، فالق راشية، الغاب، إذا هاي الفوالق حقيقة هي يعني ممكن يحدث عليها زلازل لأن هي صدوع ما زالت حية. هلا عندما يستمر تجميع الطاقة، نحن لاحظنا انه الصفيحة العربية لما ضغطت الصفيحة الأنظولية صار في إزاحة للمنطقة كلها الأنظولية بحدود 3.5 متر حسب ما قال العلماء مؤخرا. هلا 3.5 متر باتجاه الغرب والجنوب، إذا هي كمان ممكن تكون ضغطت الصفيحة الإفريقية بالجوار. هلا هناك طاقة راح عم تتجمع، هي الطاقة بدها تتفرغ على الصدوع اللي حكيناها، ممكن تكون الفالق القبرصي، قوس القبرصي، ممكن يكون في البحر، ممكن يكون بالفوالق اللي حكيناها راشية أو ليموني أو دمشق، أو ممكن تكون باتجاه البحر. إذا في طاقة عم تتجمع راح تفرغ يوما ما، نأمل أنه نحن ناخذ احتياطاتنا. هو الأهم يعني ممكن يكون قادم مثل ما عم تقول لدمشق نحن ما بنعرف. طاقة عم تتجمع خلال 200، الطاقة اللي حدثت بها الزلزال كانت أكثر من 250 سنة تجميع الطاقة. حتى تجمع الطاقة بدها وقت طبعا كبير، بعد هذا الوقت لا سمح الله ممكن يعني يحدث. طيب خلينا نرجع بالزمان أكثر ونعرف أقوى زلازل اللي كانت على مر التاريخ. حقيقة زلزال تشيلي وأقوى زلزال 1960 أعتقد كان 9.5 درجة، فكان زلزال ضخم، وهناك عشرات حقيقة زلازل تاريخية اللي حدثت في منطقتنا. في مثلا زلزال بحلب 1138 كمان كان زلزال يعد رابع اكبر زلزال بشكل عام في المنطقه في على الكره الارضيه. فاذا في زلازل تاريخيه ضخمه وسببت ضحايا، وهناك زلازل استمرت، مثلا زلزال حدث بروسيا استمر بحدود 17 دقيقه، في زلازل استمرت 3 دقائق. اذا فتره طويله استمرار الزلزال هي بتسبب كوارث يعني ليست قليلة. بالنسبة للمشروع المشاريع أو التوقعات،
هلا مشروع هرم مشروع قائم معروف يعني هلاني التلاعب بالجو عن طريق ارسال ترددات عاليه وتسليط الترددات على منطقه معينه ممكن يسببوا اعاصير يسببوا يعني يغيروا بالجو غبار كذا تمام ممكن يساهم مساهمه بسيطه لكن يسبب زلزال بعتقد من الصعب ممكن يساهم مساهمات في منطقه معروفه لديهم اذا ضمن قاعده بيانات عندهم معلومات انه بهالمنطقه ممكن يحدث عندي زلزال ممكن يساهم مساهمة بسيطة في هذا المجال أما أنه يولد زلزال لا أعتقد أنه يولد زلزال لا مشروع هرب ولا حتى أي يعني يعني هي تعتبر فرضيات فرضيات نعم لأنه هذا الزلزال قيمة الزلزالين كل زلزال بحدود 500 يعادل الطاقة المنبعثة بحدود 500 قنبلة ذرية طبعاً هي الطاقة اللي حركت لأنه ربطوا حضرتك يعني تمام. تعرف بالفيديوهات اللي نشروها وهي ربطوا بين الوميض الأزرق اللي كان عم يظهر بهذا الزلزال وبين هذا الموضوع وقالوا أنه هذا الشيء يعني ظهر بزلازل أخرى وتحدثوا عن الوميض الأزرق أيضاً المرافق الحقيقة لازم لبعض أنواع الزلازل لازم يكون فيها نقاط بيانات معلومات لما في معلومات ممكن الواحد يحكي لأن المعلومات المتوفرة هي ما هي كافية حتى إنه يتم تقبيل أو تصديق هي تمام اللي نعرف يعني ما عندنا بس بكل الحالات يعني هاي الطاقة إذا قلنا طاقة الزلزال تعادل 1000 قنبلة ذرية تمام لكن إذا الزلزال الطاقة تتجمع ممكن يكون هناك تحريض لا السدود تحرض تحريض بسيط يعني ما بتفعل زلزال بتحرض يعني هي بتساهم باقتراب موعد الزلزال مشروع هرب يساهم السدود تساهم طبعا تفجيرات نووية في هناك شيء اسمه الحرب الجيوفيزيائية إذا عندي معرفة أنا بجيولوجية منطقة معينة وتم إصدار تفجير قنبلة أو طاقة ما وتوجيه الطاقة باتجاه صدع معين ممكن يصير هذا الأمر بيعمل زلزال بسيط بيأهب إيه بس ما بيعمل زلزال بحدود 7-8 درجات يعني ممكن تكون عدد يعني القنبلة اللي كانت بألقيت على هيروشيما عملت زلزال بحدود 5.6 درجة تمام دكتور يعني بالدول المجاورة ما زال يعني النشاط مستمر للزلزال ممكن يأثر هذا الشيء على منطقتنا يكون في خطر أكثر؟ لق الدول المجاورة؟ تركيا عميد في لا طبعا نحن جزء واحد لق الزلزال ما بيعرف حدود حقيقة هو حدود جيولوجية هاي طبعا إذا صار لا سمح الله أي زلزال بده يحدث بالجوار بده يشكل خطر يعني لا سمح الله إذا صار بهذا المكان من الصعب يصير زلزال بهالدرجة بنفس المحل لكن مثل ما قلنا الصدوع الموجودة إذا هناك في طاقة متجمعة خلال مئات السنين بده يحدث زلزال بده يؤثر أكيد إن كان بالبحر الميت كان بخليج العقبة كان عندنا بالمنطقة أمر طبيعي نحن بقراب كثير يعني بحدود 150-160 كيلومتر والمنطقة أكيد إذا حدث لا سامح الله بده يؤثر أكيد يعني دكتور من خلال الحديث مع حضرتك يعني من المعروف من خلال دراسة طبعا منطقتنا والجيولوجيا اللي موجودة فيها في بعض المناطق معروفة يعني كنا نسمع هيك الحديث العادي مثلا المناطق الجبلية هي الأكثر تعرضا للخطر الزلزالي المناطق العشوائية الموجودة من هاي القصص فينا نطلع بس هيك تفاصيل أكثر شو هي المناطق الأكثر تضررا أو فينا نقول هي على خط زلزالي بسوريا هلا بشكل عام كل المناطق القريبة عن مواقع السدوع في حال صار زلزال رح تكون هي معرضة للخطر شو هي الأماكن القريبة للسدوع؟ كلها نحن الخط قلنا الفارق المشرقي هاي كله من البحر الأحمر مرورا بدمشق مرورا بالغاب مرورا باللاذقية هذا المنطقة هذا الفارق الحي هو اللي ممكن يأثر الشيء الأهم حقيقة هناك طبعا في عندي أنا بالتدمرية بتجمع الطاقة لا سمح الله عندي فارق التدمرية الأهم أنه نحن نبني منشآتنا تتحمل الزلازل هلأ الزلزال قائم لا مجال ما في نحن نوقف هلأ اليابان بيصير زلزال 7-8 درجات وما حدا بيشعر فيه ما حدا بيخاف تمام فكل الأبنية كل الأبنية مصمم بحيث تتحمل هاي الزلازل لذلك نحن من المفروض أنه يكون في عنا تصميم الأبنية يعني نلتزم بالكود العربي السوري ويكون في نظام صحيح وما يكون في عندي أنا خلل بنظام الأبنية والمنشآت يعني طابق زيادة طابقين زيادة حقيقة هذا عبء البنية التحتية الأساس صحيح إذن هذا الحل الأسلم إنه نحن نلتزم بـ
التعليمات الهندسية والالتزام بالكود العربي السوري، ولازم يكون في دراسات. يعني من المفروض نحن لك هناك تباعد، نتمنى يكون هذا الحدث درس للكل، يكون في دراسات جيوفيزيائية قبل الأبنية حتى يكون في عندي سلامة كاملة لهالأبنية. كمان اقتراح آخر، مفروض يكون في عندي أنا طبعا الحكومات المتعاقبة لازم كانت تهتم أكثر بموضوع التنظيم، يكون في تنظيم، مخطط تنظيمي للقرى والبلدات والمدن حتى يكون في عندي أمان. على الأقل أنتم بتعرفوا العشوائيات الأبنية ضيقة وكذا، لازم يكون لما في تنظيم صار في التزام بضابطة البناء بكذا، لازم ما يكون في تهاون حقيقة بهذا الجانب حتى يكون في أمان، لأنه الزلزال راح يحدث صحيح عاجلا ام عاجلا. تمام دكتور، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه انه كثير اليوم مواقع التواصل الاجتماعي عم تنشر الشائعات، عم نشوف كثير فجاه صار في متنبئين انه في زلزال، في هزه جديده، في تسونامي. شو صحه هدول الاخبار اللي عم يتم تداولها اليوم؟ هلا اكيد هذا الكلام ما هو صحيح. اولا التسونامي راح يصير بالبحر، لما بصير عندي انا زلزال في البحر ذات درجه كبيره لا ممكن يسبب تسونامي اكيد، لكن درجات قليله عاديه. تمام، الحكي اللي عم بيتم اكيد هو عشوائي، ما مستند على شيء، لان احيانا عم بيربطوا هذه القضيه بالنجوم والفلك. بنرجع نقول في هناك علاقه متبادله بين كل، لا في علاقه متبادله بين القمر مثلا والارض، بس يا ترى هل القمر هو بيسبب زلزال؟ اكيد لا، كان ممكن يسبب زلازل مستمره دائما. القمر اذا ليش مثلا سبب هذا، لازم يسبب زلزالين ثلاثه بوقت واحد في حال كان دور كبير؟ لا، العلاقه موجوده، تأثير طفيف، هاي التأثيرات هي طفيفة. تمام، والحكي اللي عم بيصير طبعا الناس حابة انها تاخذ تهول الموضوع، ايه الهوس العلمي، ايه اكيد الكل بحب بهي الظواهر انه هو يبدي رأيه سواء كان هذا الرأي صحيح او خطأ. لهيك نحن دائما عم نفضل انه يكون موجود معنا الاختصاصيين مثل حضرتك وغيره من الاختصاصيين اللي كانوا عم بيقدموا لنا المعلومة الحقيقية لمشاهدينا. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك دكتور. اهلا وسهلا، صباحكم معنا.